السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدي الاعزاء مره اخرى في القناه ديالي. اليوم ان شاء الله جات لكم مريقه ديال اللحم ديال القنيه مع البصله، كنتمنى يعجبكم. اول حاجه غادي نشكر الناس الجداد اللي دخلوا عندي، وكنتمنى تشتركوا في القناه ديالي، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا اللحم ديال القنيه مع البصله، طريقه بسيطه وسهله وفي نفس الوقت كتجي لذيذة بحال مطيبين في الطاجين. اول حاجة عندي هي هنايا عندي اللحم ديال القنية، وعندي بصلة، زيتون، وشي مكونات بساط، ما غاديش يتكلفوا عليكم بزاف. اول حاجة عندي اللحم ديال القنية غسلته بالحامض والملحة باش كتحيد لي الزفورية ديالو بطبيعة الحال، وقطعته طريفات. من بعد عندي هنايا بصل، انا غادي نستعمل بصله وحده، عندي قزبور ومعدنوس، وعندي جوج دروسه ديال الثومه، ربيع ديال المصير، وعندي طومات سوغيز، وعندي الزيتون، وعندي التوابل ديالي الزنجبيل، الخرقوم، والفلفل الاسود. هادو هما المكونات اللي عندي، بساطين. بسم الله على بركة الله. دابا غادي ندوزو لطريقة ديال التحضير. عندي هنايا واحد قويميلة، يعني غادي ندير فيها كاس الا ربع ديال زيت الزيتون مع زيت المائدة، مخلطين. كيف ما كتعرفوا القنية كتبغي شوية الزيت، ومع البصلة كيبغيو شويه ديال الزيت بزايد، حيت لحم القنيه كما كتعرفوا ماشي مدم. ومن بعد غادي نخلي الزيت ديالي حتى تسخن، وغادي نضيف ليها اللحم. انا اختاريت هذا الاناء بهذه الطريقه، يعني ماشي قميله كبيره، باش يجيني بحال الطريقه ديال الطاجين. هنايا عندي اللحم ديالي غادي نوضعها كامل، ومن بعد غادي ندوز دابا نضيف التوابل ديالي. اول حاجه عندي هي غادي نضيف معلقه ديال القزبور ومعدنوس، معلقه كبيره. طبيعه الحال القزبور ومعدنوس مفرومين، وغادي ندير جوج دروسه ديال الثومه مقطعين. غادي نبداو بالدرس ديال الثومه، من بعد غادي نضيف معلقة كبيرة ديال المعدنوس والقزبر، من بعد غادي نضيف نص معلقة صغيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال سكنجبير أو الزنجبيل، من بعد غادي نضيفو ربع معلقة ديال الفلفل الأسود، من بعد غادي نبدا نقلي هذاك اللحم ديالي في ديك الزيت وديك التوابل. غادي نبدا نقلي اللحم ديالي،
نقرب لكم شويه الكاميرا باش يبان لكم اكثر. هنايا ملي قليت اللحم ديالي على الطريقه كيف ما كيبان لكم كيشهي، من بعد غادي نضيف البصل ديالي، يعني غادي تختاروا نتوما الكميه اللي كتعجبكم، يعني ماشي شرط الكميه. انا ضفت تقريبا بصله واحده، ومن بعد غادي نضيف طومات سوغيز، بالطريقة من بعد غادي نضيفو الملح فوق البصل والفلفل الأسود، باش تنكه لينا حتى ديك البصلة. ومن طبيعة الحال ملي كتبان لينا المريقة نشفات راه كنزيدو شوية ديال الماء وغنغطيو عليه حتى كتنضج ديك البصلة مع ديك اللحم. من بعد غادي نضيفو داك ربع ديال الحامضة مصيرة، وغادي نضيفو الحبيبات ديال الزيتون، ومن بعد غادي نغطيو عليه ونخليه شي 10 ديال الدقائق. غنخليه 10 ديال الدقائق حتى ينضج لينا، حتى يتشرب لينا داك اللحم النكهة ديال الزيتون والمصير. ومن بعد نتلاقاو هنايا، الطويجين ديالنا واجد، كنتمنى يعجبكم، ساهل ولذيذ. صحة والراحة وبسلامة في وصفة أخرى إن شاء الله.